بعدك على بالي. بلدنا حلوة بس من فوق. كان عم يرجف أصاب لما حط رجله بباب المطار، حامل جواز السفر وكل أوراقه كاملين، وما ترك فرع ما فيش فيه اسمه عن طريق الواسطات، والكل قالوا له ما عليك شي قبل ما يسافر على لبنان الشقيق. بس كلمة ما عليك شي على قد ما بتطمن على قد ما بتخوف. الأمان ببلدنا بيخوف، وبيروت ما بتفرق عن الشام، بنسمع بالأمان وبنعرف إنه ما في أمان، مع إنه قبل ما يجي على لبنان بيومين كان عم يتخانق مع ابن عمه عن الأمان. هو عم يأكد إنه لولا القيادة الحكيمة ما كنا عايشين بهالأمان، وابن عمه عم يقول له لك وين الأمان؟ وأنت ما بتملك قبر بهالبلد، بلمحة بيشلحوك يا وأنت عم تضحك وتلعب. وهز براسه ورجف بعد ما تذكر الحادثة، خاف من كل وسواس يمكن يشوش عليها الخطوة الجريئة. أخيراً رح يشوف مرته وولاده بعد ما توافق لهم على لم الشمل. لما ركب الطيارة تذكر غنية فيروز، طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، لك نحن ببلادنا العربية مجرد ورق، أنت بلا ورق مو موجود، حجر بحيط، حجر برقعة شطرنج، وإيدينا ورجلينا وغمزة عيوننا مربوطة بخيطان، عم تحركنا كيف ما بدها السلطات العليا. أم رد هز براسه، لك كيف هيك عم فكر؟ طيارة كانت بالنسبة له مثل كرسي الاعتراف، بس بلشت الطيارات تطلع بلش الوجع يطلع وبلش السواد يطلع. والله بلدنا حلوة بس من فوق. ليش الطيار اللي كان عم يقصفها من فوق ما كان عم يشوفها حلوة؟ قبل ما يسافر كان عم يشوف البلد من فوق، من فوق، من فوق زر القميص اللي كان لابسه لما كان يوقف على حاجز أو حد من الشبيحة يحكي معه، وكان يشوفها من تحت، من تحت الشاشة، الشاشة الفضية المحلية بشريط الأخباري. والأكترية الصامتة كانت مثله، شايفتها من فوق زر القميص ومن تحت الشاشة بدون ما يحركوا راسهم ويجربوا يشوفوها من شباك الأمان، ولسان حالهم عم يقول لك هيك أحسن. والله بلدنا حلوة، حلوة بس من فوق ومن بعيد. وبعدك على بالي.